يعني اما تقول لواحد زي ده طب ما توكل غلبان يا اخي، يقول لا انا عايز اصوم. انا عندي شهر شعبان كله خناقات في العياده، خناقات على واحد ممنوع من الصيام فشل كلوي. تصوم ازاي؟ تصوم ازاي؟ عايز تغسل؟ وبعدين طبيب مسلم استاذ في الكليه المفروض تصدق، قال لك ما تصومش، انت هو يشيل الذنب. احنا عندنا نتحول من واحد جايز تتاذي، جايز يعلم الله، لواحد هيوكل غلبان. حط الاثنين في كفتين، واحد هيتاذي صيامك بانسولين هيأذيك، لواحد هتوكل غلبان. رز ولحمه وخضار وسلطه ومهلبيه، وجبه اللي انت كنت هتاكلها هتديها لواحد غلبان، مين احسن؟ تعتقد ربنا يبص لمين احسن؟ واحد قد يصاب بكارثه، بكارثه غيبوبه، يا غيبوبه تروح المستشفى، ويا مستشفى بفلوس يا ببلاش. ليه البهدله دي؟ ليه؟ بلاش نعشق العباده اللي تاذيني، اللي تاذيني، العباده اللي تاذي. اسال دكتور، اسال دكتور. واحد مش قادر يصلي وهو واقف، ده انا من الحاجات اللي سمعتها جميله جدا جدا، يقول لك اذا صليت وانت واقف وانت مش قادر لا تقبل صلاتك. من الحاجات اللي سمعتها في محطه القران الكريم، بس ما اعرفش صحتها قد ايه، لكن تخيلوا في ارحم من كده علينا. ربنا يا ابني رحيم جدا جدا. دايما انا اقول اللي بيطلع المنبر ساعات ناس يخوفك، اقول له يا ابني والله اللي انا حاسه من قراءتي للقران ومن حفظي للقران ومن متابعتي لما هو في ديننا، اقول له والله يا ابني ربنا بيتلكك عشان يدخلنا الجنه. انت اديتني الايحاء في خطبه الجمعه ان ربنا بيتلكك لي يدخلني جهنم. لا خالص، افطر يا ابني انسولين، تفطر وعلى مسؤوليتي امام الله. انا اليوم القيامه انا اللي هتكلم. طبعا ما حدش بيدافع عن التاني يوم القيامه، بس انا ساتهم، لا ان انا مذاكر وعارف ان مرض السكر طبيعته ايه، ثم الانسولين يعمل فيك ايه. دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. يا بندق يا كابونجا بلا صيام، ونوكل واحد غلبان. تقول لي طب انا هعيده، هتعيده امتى انت عندك سكر؟ هل في امل ان يوما ما نبطل انسولين؟ الامل ده مش موجود. مريض السكر خلاص خدت الخب، وهتاخد انسولين على طول.